في موسمه تعرف على فوائد المشمش. يحتوي المشمش على العديد من الفوائد، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والبوتاسيوم. يتمتع المشمش بفوائد صحية كبيرة. تعمل مركبات الفلافونويد على حماية وتقوية الأوعية الدموية، وهو معدن مهم لوظيفة الأعصاب والعضلات، ضروري أيضا لمساعدة العناصر الغذائية على التحرك في جميع أنحاء الجسم، بالإضافة أنه يدعم ضغط الدم الصحي وصحة القلب. تشهر مضادات الأكسدة مثل فيتامين ه وفيتامين جي بخصائصها المعززة للبشرة، يمكن أن تساعد في حماية خلايا الجلد، تقليل علامات التجاعيد المبكرة، وتحسين مرونة الجلد. المشمش ممتاز لتعزيز صحة العين، يساعد في دعم صحة شبكية العين والعدسة، بينما تدعم الكاروتينات وفيتامين ه الرؤية العامة. وتساعد مغذيات المشمش أيضا على تقليل مخاطر التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.